بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله 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 ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. درسي نوحك بالعبان يا آيادا أفري تمنات آيادا سدحي تمنات سورة الأنعام. الله سبحانه وتعالى في القرآن كله وله أي ولله إلهي وحواه هذه ما سكن وحي حسلي في الليل همين كدحديثة والنهار أي وما تحرك وهي دقاقي في النهار مالك ما لنت قده إذا واحد دقاق ينا إلهي وأسكال إنتو بإلهي سبحانه وتعالى بيوه هذا وإسكع إسكال وسمي وهو إلهي السميع وأليه مقلد بضن العليم وعلم بضن. إذن هو حجك لأ والله هردقي نمكي يوم مشركين تأها يا الله سبحانه وتعالى مخلوقاتك يأود رب العالمين يسأل إليها يسأل قوني ذا كؤة كارك إليها عدة وذاك تاي أنا يجرين ضدك إسكد إني ويقام مالك لمك أقول لي حيان وضد أن متيسن إيوه مخلوقات أنا متيسن إني أودك عن تأقليان مارك لأود الله موجيني وحال إليه إلهي وحوى الضوء صلى الله عليه وسلم في السماوات والأرض وحكس إساك عنتك وهي إسكد يا هبينك وحكس طوح حسلا وأنا دقاقين إلهي وقعنت وجره وحكس طوح دقاقين متحرك إلهي وقعنت وجره ده والله وقن مد إما متحرك إما ساكن وعيني دقاقين أميناني دقاقين وعينيه واحد دراري وصعد إينيه واحتاج وصالدة وحوى الضوء أساس الضوء وعلماء إليهن سكن راس بمعنى ما استقر في الليل وما تحرك في النهار هذا ما دام قف بسكوكي هاي هبين كنيني حسولوني أي جرتو ما لكن ولا دقاق وجره لما الشيء مكة تحرك هذا ولا قداي أما با وحا لولد يدا سكونك وحا الواشيقي محايا لإنت أو سكونك وكو عامية لأما إنت أو سكونك وقار حسولوني ذا أي جارتو أما دقنان شاها إيموشن لسك يا دقاق لأنت إنت إيقارت أيها كبضان إنت دقاقيس سادرت با إنت غالب كهي بضان ميجورة تيقه لشيقه إنت كلن أن لشيقه. أما وعيوم الروح إلهذين وله ما سكن في الليل أي ما خلق وحو إلهي وحو ليهي وح الله وحو أبوري. إذن مكرو حسوق له في جميع المخلوقات متحركها وساكنها وح الله وحي دقاقي وح الله وحي حسلا إنت ما هي يجري عليه الليل والنهار
waxaan dub duraarsado ay soo hoos galeen habeenkii iyo maalinkii. Idan culimmadana marka waxay leeyihiin waana sukuunkan marka la tilmaamaya kii xarakada kasoo horjeeda maaha, maxaa yeelay wuxuu tilmaamaya macno kale, waana aqwaal kala duwana culimmadu ay tilmaameen. waxay ahaataba aayad waxay muujinaysaa allah awooddiisa meesha ay gaarsiisanta, walahu ilaahay waxa uu ahaaday maa sakana wixii xasilay ee sugnaaday fi leyli habeenkii iyo annahaari wamaa taxaraka fi nnahaari maalinkii wixii dhaqdhaqaaqana ee dhaqaaq sameeyana ilaah baa iskale, wahuwa ilaahay assamiic alihi maqlid badan weeye alcaliimu cilmi badan. qul waxaa tidhaahdaa agayra allaahi ee attakhidu ma yeelanaya غير الله إلهي سكدي ميان يالانا يا وليا من أرنكيغة توليا أو محبود بيبتو إلهي سكدي ميان يالانا يا أليه فاطر السماوات عرك أليه باللوضيئة فاطر السماوات عرك أليه أبو ريئة إيوى الأرض وفاطر الأرض قلك أليه أبو ريئة وهو إلهي يطعم وقوذيا ولا يطعم لما قوذيو. قل وحاتر هذا إني أنو هدانا النبي محمد أمرت وحالي فري أن أكون إنا نهاضو أول من روحك نغهر يا أسلم إلهي أهوغان سوى ربي يسد عي قفك أغهر إنا نغضان لي فري ولا تكونن وقيل لي أسو قدر مرك وحال إيري لا تكونن ها أهان من المشركين كو مشركين تانا كم نقن تانا مرك وعد هذا كي نبي صلى الله عليه وسلم لوير. طبعا سيدان كسر بالله وانا وسورة دونو waxay ku caan baxday inay tawxiidka aad iyo aad u sugayso in ka badan inta ay suurta kale ay sugeen. waad arkayseen afartii suuradoodo na soo maray ee aan ula jeedo maaragtay suurat albaqara wa alcimraan wanisa iyo suurat almaida annisa wa almaida afartaa suuradoodo qur-aanka suurta ugu dhaadheera. haddana intay xoogga saarayeen waxaa ugu badnaa alqadaaya atashriiciya, waxaa ugu badnaa waxyaabaha axkaamta, maxaa yeelay مرحلة دي مدينة اللي جوجا مرحلة المدينة مرحلة legislation الدستور لو بعدين وما يو مكة للتربية للعربية ولا ليلية ولا عربية ولا تابري أو ديارسا أباهم النواشة أنت ذكر سيدا أي ولا رقم لهاي أباهم بلشة كود الحمام المسلمين تنسي ولا رقم لهاي يجي يوحي مكة كوسو الحدرية معاملات كود جور كود فرين كود بيع كود قضايا تكسرنا تشريعكم مشغول سنة. laakiin suwartan aad arkaysaan waa suwartii horreeye wey, kuwaan intaanay soo degin ka hor bay kuwaan u soo degeen. waa 13 sano oo almarxala almakiya ah la rabay in qulubta la hufo, wax alla waxa dhex fadhiistay oo shirkiya iyo in qofkii uu noqdo qof ilaahay waxaan ahayn ku xiran. intaabaad marka extraction lagu sameynay laga gurayay oo intaa laga saarayay oo laga goynayay marxaladana marxaladii marka marxala lagu magacaa marxalat atakhliya wey, marxaladana marxalat atakhliya مرحلة المدينة مكة لجونا مرحلة التحلية. إذا التحلية وغير والتخلية غير مرحلة دان ماشان جونا مركبة مرحلة دي خطرتي هذا مركبة إلهي سبحانه وتعالى ولا بريا من هو الرب ربي هو رب فاطر السماوات والأرض ما أصنام إنكو أسماء ستين وكلمة يطعم ولا يطعم وحن كمان بعنا هذا إسيء كلي اللي هو كان سبب قلوا حاتر هذا أغير الله. إذا نبغى البنو وديه الجري مكي ضاط لرجل اللي هذا وحنا نصمة أغير الله مكي وحلي سهر ملي مفعولك للأهمية وحنا ترى إن لم وجه هذا كودس ما دام شيء ونا شيء مستنكر وياي همزة روح أتم تقريعية أغير الله معيد إلهي كسهر تيبان التخيل أني جيالنا يا ولي ولي كذا كي جيالنا يا من الأمور تي ودي بتو أن حريري مين جيالنا يا عليه الدي فاطر السماوات مركة فاطر السماوات وحي سفين إساء الله ما دام أي هوس ديغانت فاطر السماوات عرك أليها أبو رئة إيوى الأرض وفاطر الأرض رولك أليها أبو رئة كلمة فطرة محن صومرتي إلا لجيرو قفك إيوان بغير مثال سابق إدو كجد إيوان جيرين مركة وشيغة ولي ماذا وصمي فطرة لغو مكعبا وهو إله يطعم وقوذيا ولا يطعم لما قوذيو رب العالمين. قل وحاتر هذا أمرت وحالي فرح دانا أن نبي محمد أن أكون إنا نهاضو أول من روح كان وغهري من دول كان وغهري أسلم إلهي أهو كان سمي ولا تكونن وقيل لي وحال لإيري لا تكونن محمد هان من المشركين كو إلهي وحلو ذا جيها هان. طبعا مركة إن آيات وحي لم يتها آيات أهيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون
إن أني عبودا مكلي إذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنهم عد كلام يا بالله أن عبودا إلهي مويا في نفس الشيء إلهي صومده ما أريد منه من رزق وهو يطعم ولا يطعم وأيضا ما كيس فصيري قل وحات رهلا إني أنا أخاف وحن كبقيا إن عصيت هدان عاصيو وأن كم رح أتكال ربي أني ربي جاي وحن كبقيا عذاب يوم مال عذاب كيد قل وحات رهلا إني أنا أخاف وحن كبقيا إن عصيت ربي ربي هدان عاصي وحن كبقيا كم رح أتكال عذاب يوم مال عذاب كيد مالك عظيم وين ما كبقيا إنه سوكار من يصرف روحي للجيدي عنه الروح لجيدي عذاب كاس يا لئيلو يومئذ مالك إسقى فقد رحمه إله ونحرس وذلك كاس الفوز ليبانتي والمبين أويني يعني عذابك أن كبقي وعذاب قفك إله سبحانه وتعالى وكبت بادي قفل ونحرس أو معنى ومحي إله سبحانه وتعالى إسقى إلينا شركت لإحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين شيك هذا التي من عمل كده بوري قفك دو بروامح قفك مركوه فليسوي ككع وحوه السمع كامله مره دو سمح به يسوى محم حمو هذا الله تقع إلهي سبحانه وتعالى هرجيس وحان ناره المكان مهرتاقنا هذا الله آيه لهان إنك سوى النبي صلى الله عليه وسلم على لسانه تدري النبي صلى الله عليه وسلم أوليه إستقر الله لكن الخطاب الموجه لمحمد صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته بأسرها هذا الكوح ودعى الأمة المحمدية إنه من ودعية للنبي صورة قلمه إنه شرك كل عبيد الله سبحانه وتعالى من يصرف روحي لإيلو لجيديو عنه إسرائيل لجيديو أي من يصرف هو روحه لجيديو عنه عذابك لجيديو إذن يصرف فعل كان المبني للمجهول بمعنى فعل كي سماشة سكجر هو إذن عنه ذات مركة جار مجروكا سوحي الأحتال محل نصب ومعنى روحي لجيديني ومحي عذابك هو من يصرف روحي لجيدي هو إساق عنه عذابك لجيدي يومئذ مالكاس فقد رحمه إله ونحرسته وذلك كاس الفوز لبانتي ولا المبين أويني وإن يمسسك الله الدو إلهي كوقبته وأكلقى روك تابسيه بضر رب فلا كاشف عدفه ليساي مجرد له ضرك إلا هو إساق مويانه وإن يمسسك الدو إلهي كتابسيه كوقبتسيه كلقى رو بخير ونات وانا كدوك تفسيره كسيانا فهو الهي على كل شيء شيء وهو قدير اللي كروه يعني آية الله نؤدي بديه والله سبحانه وتعالى هل هن كاشفات ضرة أما كاشفات ضرة يعني الهي سبحانه وتعالى هدو لب يرضونه كوان اينك العابد لسان كوان لبك فريد يميا وآية الله نفس الآية والمعركتي لم يذن وطني سؤالرتي نكون من المؤمنين ولا تدعو مع الله إلها آخر يا آية الله صلى الله عليه وسلم شركي إنه صنبنا نين هذا نوح الله موجنيا عدة نبك فيني كرتاي الله سبحانه وتعالى إنه يهي قفك خيرك كيني كرنا نفعي كينك الله سبحانه وتعالى إنه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا قرآن كأد بيقو بضنته قرآن كأد بيقو بضن إن انظرك نفعي وقف بني آدم شقاء وكل هينه إليه سبحانه وتعالى وكيني بني آدم كصدر وكيلي مرحد يقفك إنت أقرصد وفهمه معناه ومعنى دقيق ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ملكي ودرسي أوسيني ابن عباس حديثي صحيحها عل كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار النبي صلى الله عليه وسلم بان قاديب ضمير بان لفن كشنابوين وكذلك بان كسار رابوين ومعنى النبي صلى الله عليه وسلم من أني ومال ما مصارين بوين كده بيقول لها اللوحة يا ولام ويبرعجني ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ما كبر هذا كالمذوين إليه سبحانه وتعالى كبتري إبربان ريوين مركاب يحر احفظ الله يحفظك تجده تجاهك احفظ الله يحفظك تجده تجاهك إلهي حدود سإلال إلهي أكو إلالي كد من الله سبحانه وتعالى وحد هلسة إساق هرتا لا مركاب سيد يتعرف إلى الله في الرخاء في الرخاء يعرفك في الشدة مركاب برواقي سنته وبرارنته وحبا آني كان نقصانين نو وقفك عافماتك إسحالي مالك هنتلي إنتو بقفك أوهي وقت يا إلهي حسوس نو مركا كاد جوان طولك أتال وما آذن هي مركا سأله سبحانه وتعالى مركا كوكر قاري وعسي ودوله وإذا سألت فاسأل الله هذا بحو يديسانس إلهي كريم ويديس وإذا استعنت فاستعين بالله هذا النقطة إنا الكالبة ويديستنا إلهي كريم ويديس مركا سورة يوحيل النبي صلى الله عليه وسلم تمام حديث وعلم أن الأمة لو اتمعت على أن يفعلوك بشيء يعني هذا الأمة ضغطا انتبال إسوس أوران
iyo ujeedada ay tahay inay kugu talaan wax shaygaasoo ilaahay subxaanah watacaala aanu kuu qorin waxay kugu tali karaan malaha. Hadday isku dayaan iyagoo dhan intay soo ururaan oo ay ku gaarsiiyaan dhib ilaahna horay aanu kugu qorin dhibka isagaa ku gaari maayo, ogow waclam ana maa asaabaka lam yakun liyukhtiak, wixii kugu dhacana kuma gafi lahayn, wixii ku gaarana oo bimacna waxaan kugu dhicinna kumaba soo socon. Markaasuu nabiga sal alay slam rufcat alaqlaamu wajafat alsuxuf, aqlaantii wax lagu qoriyey qadarta mar hore la kor yeelay, waraaqihii wax lagu qoreen mar hore engegeen oo qalaleen. Bimacna waxaa takan imanaya markaa mala idan qofka muumin inuu ogaado hakee la baryaa ama xleel loola jihaystaa baryada allah subxaana watacaala. Bini aadam la baryo oo yani waxa baryadu way noo iman doonta iyada faahfaahsan, wuxuu waa labo, fii maa yaqdir calayhi linsaan wa fii maa laa yaqdir, wuxuu qofku u kari karo. War kitaabka ay soo dhiibi, war biyaha isii, war hawshan iyo qaba-i, war dayn isii, war xoolo isii, waad kari kartaa, waxaad adigu kari kartid. Aan ku weydiisan macnaheeda baryadii reebneed maa, laakiin waxaa jira fii maa laa yaqdir calayhi linsaan khaarij can maqduuri, oo nidaaqa maqduuri oo nidaaq qudrati, qofku wuxuusan karin. Taa ilaahun baa la weydiistaa, roob ilaah baa la weydiistaa, awlaad ilaah baa la weydiistaa, caafimaad ilaah baa la weydiistaa, waxyaabahaasoo dhan wax ilaahay subxaanah watacaala una la weydiista u. Idan masaa-ishaasu masaa-il shirki aqbali karta marka maa. Haddaba marka waxaa lila qofka muuminka waxaa laga dhisaa cibaadada, ila nimanka niman iyagii aabayaashood weligoodba jahliga ku jira. Aakhira suurat almaidana waa soo aragteen siday dadkaas u dhaqmeeyeen. Haddaba waxaa lila marka haddii ilaahay khayr kula doonana dawaataas macnuhu saasuu marka noqonayaa. والله سبحانه وتعالى تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وقرآن يقول لي ورسك إلى الظلم ظالما نقول عيسى إليه سبحانه وتعالى فلا راد لقضائه إليه ضوح ضمعه وأجان قويه ورب العالمين وحقه قدره عد علين كرتاي كذب هذه كرتاي مرة إليه مكو ببري ولا خاف عقباها علبت الدم بأضاك والبطوة إلا إليه إليه كبقي مال إذن يحقفكها أقادوا عقيدة سؤالي ماشي إذا لهم وهو إلهي القاهر أي الغالب وأنه غالبا فوق عباده الدومي سكر كودا وهو إلهي الحكيم وأنه فلسموه شيء ولم أشر لك ويقان الخبير قل أكوي رب العالمين جل وعلا إذا قهر إن الشيء قهره أصل كلمة قهر فلان الشيء مركو فول كنترول أما فول سيرفيجلنس مركو حدنك عن تكله أود نقول له سوطا وكي لكي وقهره بمعنى قفك مرك ويرى هاي قهري بمعنى هاي خصبه لان غلبته اي قهره اي سيطره انتو واسكو معنى إلهي سبحانه وتعالى الدومي يسأل إساقا كأذك إساقا غالبة إساقا ولا هايستة سودان وكي يليها هدانا فوق عبادي فوق ذن ما شاء الله الشيء لا ولا بويته إلهي رتبة تنو أسر جل وعلا وعلا ترتمي كرتاي ملح رب العالمين وحنا كو قفصا كرتمله مكانة وأسر يايو رب اسكو الشيء فوق سبع السماوات ويشكو شيء أنه استوى على عرشه وأنا آية هم معنى الرواسي سمك إلا صور مرك الفوقية الربانية تكون فوقية معنوية وحسية ومكانية ورتبة أنت هو إشكو الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى عدك وترتمك تايم الله رب العالم وحبه نقاس الرياء أودي ساس الرئيس وحكا سيأسك نقاس الرياء وفي نفس الوقت مكانة وأسر الرياء مرك ما مرك الله فسيري لي هذا ما ديه كرنو مكانة ما ديه كرنئه أما بمعنى ما ديه كرنو ماشي وجي رب العالمين لكن وحن لأنها مكلية ما لها انتو مرك وحي كمي تفسير لك القيوم الله سبحانه وتعالى مرك وهو إله القاهر فوق عبادي وحن ما إمان دون ويرسل عليكم حافظة حتى إذا جاء أحد يكون موت وتوفته رسولا وهم لا يفرطون هو إنه إمان دون وهو إله القاهر اللي هي قهراء كأذك وي الدوميس الغالب فوق عباده الدومين سكركر لها هذوي وهو إله الحكيم وله فلسموي الخبير يقنه لبضا صفانا يعانى وامحي شيء كان ماشى وديه رب عدك قال لها مكان ملا حكمة وصاص حكمة وامحي إله وحو قرانا شيء وباباس كل الله تعالى قلي حكمة وحوي شيء وبابا ماشي الله تعالى قلي حلي الله تعالى قلي سيد الله تعالى قلي عد الله تعالى قلي iyo habkay u dhici lahayd inta weyn la isku beego taan ilaah unba garan kara. Waxaana ka soo horjeeda dulmiga. Dulmigu waa shay boos uun lahayn in la dhigo. Khabiir wey waa alla gun ogo cid kaga xogagaalsan ma laha addoommadiisa iyo waxa qulubtooda. Alaa yaclam man khalaq wahuwa allatiifu alkhabiir ina allaha caliimu bidaati assuduur. Ilaahay subxaanah wa tacaala shay kastuu la socda laa yacjibu canhu mithqaalu darati fi lardi walaa fi lsamaa
انت واحد موجينا يعني ان كونك ابن ادم ايمانك واحد وكسيت انت اني كنترولين الله وحده يقول وحات هذا اي شيء شيء غيبه اما وكما اكبر شهاده مرخات فرع يعني بمعنى اي الله يخلي مرك قل وحات اي شيء شيء غيبه اكبر وين بدل شهاده حق مرخات يعني ما إلين كمسى الله سبحانه وتعالى قل وحات الله الهي باب شهيد مرخاتئ بيني أني قد أحدي وبينك إنك أنت إذين لحيس وأوحي وحال وحيوذي إلي أني قال لإي وحيوذي هذا القرآن قرآنك كان وكان لإي وحيوذي لأنذركم إنا إذن كودق به قرآنك ومن إنا كودق بلغ إي بلغه روح قرآنك أقار وموصولي كذلك ما كعيك يسوع أئنكم إذنك لتشهدون موحد قريسان أن مع الله إله لدلك آلهة كوى العبد إني أهذين كوى سأخرى أكل قل وحاتر هذا لا أشهد أنه مقري قل وحاتر إنما هو إلهي سبحانه وتعالى إله وي من العبد كاسر واحد أكلي وإنني أنون بريء شقاك مليه وبري بأنا كامي مما كيبا بري كأهي تشركون أي تشركونه إلهي لو ذا جلسة ومرك عدي موصولية أولا جيدي مما تشركونه أسعي العائد كهداد ولا جيد موصوفنا مما بكيبا بريكا ما قاسو الله وكسف نساء تشركونه إذن هنا أي شيء يتببر الشهادة وحمقته إن المشركين تنتقوين من النبي صلى الله عليه وسلم إذا من يشهد لك يا محمد ويا مرخاتكوها إن هرترتها رسول الله يا إن تهيا مرخاتكوها مرك أي شيء علماء مركوا إليه شيء جاز هنا وحبنا ناضي مقع إليه شيء لإله وماشي أي شيء إلا شيء يلا لديه الله سبحانه وتعالى مركوي بناتها بيدهن والله سبحانه وتعالى يعدكها يستاي مكا ملها حق مرخاتي ذا مكي تاقنته هذا ضرور وحيو القرآن كأنه والإي وحيو ذي إنا إذنك إذن كارسي ومن بلغ عند ذاتك قرارك إيمان دونو وطن ماشي مركو حموقته بنتو إن يكون لسانته تبليغة سؤال يكون لسانته وبمعنى إذنك نوى إذن شيء يجي يدك الجدال وكجار الدنون صوتك يتيه الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك آياته ميت أو كر يبلغ عني ولو آية حديثك حديث البخاري وحلم الكع إنت لم الكع إذا القرآن كان إذن كان إذن كوجود جيا القرآن قاتم آخر نوع من ضنط لتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وعلى صلاتهم حافظون إلا ودي أم القرى ومن حولها وأيجد إيوح مركا كود الحوم من هريره هذا ومن بلغ مركا إلى يوم الدين عدة القرآن كان وقال الدونه إنك مركا لأنك صوت أجياش أنك أضن به جنة شنظر إلى قيام الساعة إنذار وي آيات روح الموجين يسا مركا روح أن يكون مرعبا إترنالي of the message إنه يهيد من دائما نبي صلى الله عليه وسلم مسج كيسا إفرين تقولي من إيونيفرسالي إني عالم عالمي أتهو إلى يوم الدين إني سعوني سوانا لولا قضب لولا قضب رنتي مركي أهل الأديان الأخرى المقلان آجل وغبقان ومن بلغ وصعنا ما لكو يستغى ما كمان جل وعلا كتاب كيس وصعنا إلى قيام الساعة الله سبحانه وتعالى وعليه هذانا قلوا حاتر هذا مثل آيات ينكو علم أي شيء شيء غيبة أما كما أكبر وين بدا شهادة حق مرخاتر ما هديب شيء أنه قادني إن اسم الله لقو إطلاقه إذن كما مساء الله سبحانه وتعالى قلوا حاتر الله إلهي ما شهيد مرخاتئة بيني أني أدحني وبينكم وحا إنار بحاية أو مرخاتي أن وديننا عد مرخاتي كغال هنا آني دينا مرخاتي فوريس مركي تاغنت يعني مرخاتي فوريس مولا ديلا مرخاتي فوريس مركي تاغنت عد كغال هنا آني دينا ورب العالمين إساق نار بحاية وأوحي وحال وحيوذ إلي أني اللي وحيوذ هذا القرآن قرآنك كان أي هذا القرآن قرآنك كان أي اللي وحيوذ إنك سومين لهذين محمد رسول إمام محمد عدينا قرآنك ما بدي وحيوذ ووحي وحال وحي إلي أني هذا القرآن القرآن كان بدي وحيوذي لأنذركم إنا إذن كودقوا به قرآن ومن إنا نودقوا بلغ أي أقار قرآن كمركة مركة معناها إن مركة دولة جيدة ومن بلغ ومعنى إن ما أركت آيات وإساء وصعون إسو ومركة معنى هذا إن دولة جيدة ولما قال كل محن لأنذركم به ومن بلغ أي ومن بلغ الحلم يعد قانجار تقف كسو قانجاري إن مركة أودي إذا تصل لك اليوم أئنكم إذنكم لا تشهدون موحد قريسان أن مع الله إله لجرك آلهة كوال العابد إن هذا أخرى أوكل آلهة أخرى أوكل قل وحاتر لا أشهد أنه مقري قل وحاتر إنما هو إلهي إله هو
من لعابد إله سوى واحد أوكلي وإنني أنون بريء شقاك مره بري من كاهي مما كيبا بري كاهي تشركون إله إلا ولا دينيسا كلمة إله ما كان الله الشاو وحكا سيكون إليك هلتا وحكا سبني آدم كإله كدكتان أو قيد هذا إله كدكتان أو درب كدكتان أو عر كدكتان روح كدكتان لكن ما كان إله هذا إله واحد ما كان لك يا ولا سود أران دليني أما الله ما كان يتاقن تا إلهي مويانا مالك أبو دعيسا ما كان لا إله ما كان ليه من لعابد ملها درب كدكت أو صنم كدكت أو بني آدم كدكت أو رسول كدكت أو ملك كدكت إلا الله ما كان الله سبحانه وتعالى نفي إثباتكم يا شيء مالي الذين جمدوا مركوا بالله وانسا الذين كون آتيناهم آمن السين لي الكتاب كتابك آمن السين لي يعرفون هو يقان النبي صلى الله عليه وسلم النبي مديس ويؤج كما يعرفون سيدي يقانان أو كان النبي يقانان أبناءهم يلشوا سيدي يقانان بالنبي يقانان الذين كون خسروا خساري أنفسهم في أشهد فهم يقول لا يؤمنون مروا بينها وبمعنى سدح لنا آيات موقتا أما لبعضا آيات وحكا جنب وغضا سؤال لو يديو محمد من يشهد لك أنك رسول الله ياكو قرية ما كيدها نقدم قرآن كورت والدليل وحيد يمسو دجي هذا رسول الله لا رسول ما قال لها كتب تلقسو دجي يهود النصارى ويؤجهن قال لها نبي محمد إنه نبي هاي سيدي إمي قانا الأولاد هذا ممعد مقف أولادي سيساقر دران تاجرت يعني مصورة قلمي يعني مقف وكالا قرم وي أولادي سيئن ورالعين عن ورالعين يعني أولاد أب جوكتر هبلي هبل أمي إلى هذا وحيا واحي كم بتاي كما يعرفون أبنائهم وتشبيه ماشي وقوس الرئيسية يعني بمعنى إنه ليه كان هذا ولدي وهذا ولدي وهذه بنتي إنه ليه كرة ساسو كالي إمي قانا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى مواصفات عد عد بوكوش وفي القرآن الكريم وكتاب هذا المشاري الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أي الله صلى الله عليه وسلم حيموا الجنة إلي أجي صفات كاس النبي صلى الله عليه وسلم المشاري إلي مكاكو أركان ومن أظلموا يا كدن البدن اي لا احد ما بجرئه ممن يا كدن البدن افترى انتي على الله الهي دشي كذبا بين او اما سبا كذب بيني باياته الهي اياتيس انه شأني لا يفلح من ليبانان وأبقى الظالمون قوى الظالمين تا لمن مجالان من ليبانان بو الله سبحانه وتعالى له اذا هنا ايات وحي صوت المانتي ومن اظلم اذا ومن اظلم وابتداء وخبر لا احد وما كان اظلم اتكلم بظلم كان مره افتراه ومحك بمعنى اني بان لي المدين وفي نفس الوقت وحتى اولي تكذيب بايات الله قران الا بيني بمعجزات كيسة ومن اظلم يا كذب بظن اي لا احد مجرئ ممن روح يا كذب بظن افترى انت على الله اله بشي كذبا بان او كذب بيني باياتي ايات كيسة انه شاني لا يفلح من ليبانان ومن ليبان الظالمون الظالمين تقوى ظالمين من ليبان لمن مجاران واذكر حس يوم مال نحشرهم أن كل من إنه جميعا حال إليهين ثم نقول ما كان أن لا نهي للذين كوي أشركوا شرك إليهم أين شركاؤكم آوا كوي إله إلا ولا جين جتين الذين كوي أصر كنتم على هذين تزعمون كوي شاكتا سمده جنة الله سبحانه وتعالى شريك بولي هذا آوا ثم لم تكن كدمنا ما أهاتو فتنتهم أي جوابهم جواب تودا إلا أن قالوا إني إلهنان بويانا والله إله من كد عرانيه ربنا ربي أننا كد عرانيه ما كنا مين أنهين مشركين كو شركي سنبيه انظر هذا آوى فيري كيف كذبوا على أنفسهم سيد نفسدوا ذو بان شاقين وضل وحاع المول ومي عنهم يحقوا ذا ما كانوا يفترون أي الذي كانوا يفترونه بين أبوك إسمين جرين وإسكو جين جين جرين ويحرم مكة فرحي كبحهم إذن أيضا روح الموجس مسألة الحشر أو أيضا مسألة مسلمة هدنا في سؤال إن من دون طقة أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون وإسان الله نعيس القرآن آوي بل لو يدين دونا هدنا آياتك إلى مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وأيضا مكة وحيمو جنسة إن يوم القيامة لقار بري لك لما قال إذ تبرأ الذين تبع من الذين تبع ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب
وقال الذين اتبعوا لو أننا نكر فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يوليهم الله أعمال حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار انتو وحي مجنة يوم القيامة قران آقرا مركا لجوغو إن مرنا قران كوحو عبر يا تابع مدوح راعي إي مطبوع بالله راعي مروحو كعبر يا مستضعفين كوئي ولا تاك درايستي إي كوى السادة انتو مركوا لسوع العلية وحوار لربا مري رح مري يوغا لنبا إي كوى ظالمين إي كوى مظلومين يكو يقادة يكو مركا مركا للمامولة يكو حكام يكو محكومين يكو الرؤساء يكو مرؤوسين قرآن ما بس يقول دقيقة انت مركا وحالة موجينة من حي نمان كان مركا ماشي الإيمان إنبر ليس كان مقندون هذا آية دوح الله هي ثم لم تكن فتنته علم الله يكون فسنة الفتنة أي جوابهم لأنه امتحان بالا في النظر ما هذا اختبار طيب امتحان هذا امتحان كان جوابا لك قبها هي مركا اي جواب امتحانهم امتحان كان يجريان سؤالها لو يدين دون جواب يكبحين دون ابوحي نقن دونتا والله ربنا ما كنا مشركين إله ما كنا عرانا ولن يشرك ما ينصمين تفسير كالوحى ديري ثم لم تكن فتنتهم اي عاقبة كفرهم قال لماذا هل كي يولو ذي عربتي دم بيسي قال لماذا يكون دم بيسي وحين نقطي وحي قال لي هايان با آخر كيني هردك شيء كذا مركا لي ماذا إذا معناها سوى معناها مركا الله هردي القرآن كمركا وشيبي طيب لكن في نفس الوقت هدنا قرآن كمركا وموجين يا وانا مركا ميش يدى له الله سبحانه وتعالى وموجين يوم القيامة مركا اللي قارب سؤال شيء مركا حد إيمان يساوح يتهي إسوي دين تأيض له رنتي إن لقى جوابا يتهي وحا تال الله سبحانه وتعالى قرآن كل يهي يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا قرآن كله مالك أوحي جعلهم كوى قال الله إلهنا عاسي يا رسول كان عاسي لو تسوى بهم الأرض كإلا رسموا ولا يكتمون الله حديثا إلهنا حكم قرن دونان مالك أسوحي قرنين ملا أيضا هذا وحا مقاتئين إليهن وحد فيري دونان أيضا نعلم والله ربنا ما كنا مشركين آيات سورة النساء محمد صلى الله عليه ولا يكتمون الله حديث محمد قرنية علماء الوحيين اسم الدين يان أوه ولا يكتمون الله حديثا مواطن تقاكد مكة للجوغو وقرمة إلا وحا إمان دون يوم تشهد عليهم ألسنتهم وإيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون آيات مكة مكة للجار وقت قاصر محمد قرن كلام مكة مكة للجار وقالوا لجلوده لما شهدتم علينا قال أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون مركة للقارب مركة جوارحه أي مرخاتك عدونته وحمنه أي مرخاتك عدونان وإله سبحانه وتعالى أولي هاي دمان وحام آموسين عرف فيها الآموسين عرف مركة شك لقاسي أنه هلي يا هلي قعيه بهلي وإنديه بهلي وروه بهلي حلوة بهلي دونتا هذا حالة مركة للقارب إذا مركة للقارب ولا يكتمون الله حديثه إن ولا يكتمون الله حديثا بمعنى وامحي بعض المواطن وصورتك إني بين شيئان إنتاني حبناها أن يكون مخاتكين بين بالشيئ اللي قفك مركة وحلو وقفت الدنبي وعسكو دايما وضفره لكن مركة اللي كان مخاتي ده الهر كانو فيلم كيو الضوبة الهر كانو وراء الذي يسي الهر كانو يسوغو فولي دكيمنت ده الهر كانو مخاتي ده رقع ماشي الهر كانو وفكينو سديبه وبلانت إن القليان مركة آية ولا يكتمون الله حديثه وحي إيمان إساء بعدما تشهد عليهم الجوارح مركو حبنوها يكون مخاتي كعان لكن انت كون رسول اسكت دين اني مره ما لدع عن ملحه او انت يدفر كلام اي دفران ايضا مركا اسم الدين بين الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى مركا الهيل ثم لم تكن ما ينهان فتنتهم جوابت اي بحين ين فتنتهم الا ان قالوا ان اليهن ميان والله ربنا ربي انه اله ما كنا رانيه ما كنا ما ينهان مشركين وكون مشركين انظر هالضوافير كيف سيدي كذبوا على انفسهم من سدوا ذا يقول بان شاقه وضل عنهم حال ومي ما أي الذي كي كانوا أي هاي يفترونه كوي مركا بين أبورته وحلا وحي يسكرنجر انتو مركا مالك مسكح يسقفكو كبح إلي العذاب وأركيا موقفكو مال موقف سهلا مركا ما أرققح يبغضين با إيمان إيسا فزع با إيمان قفكو مركا إنو ترترى ويتهي وحكا سنة مركا وهالمامو وضل عن ما كان يفترون قرانك بسوح لي أنبض بسوح لي ومنه وحا كمد من دول با كمد يستمع دقي سنة إليك دقي سنة محمد وجعلنا وحامي يالني على قلوب قلوبته وحامي يالني
أكنةً ضلالة أيام يالني أن يفقهوه لئلا يفقهوه ساني قرآن كأفهم درتي وفي آذانهم دقوه لحظة وحام يالني وقراً علش بام يالني دقى جبلة مكدقني وإن يروا هذي أركان كل آية على مضى بابا لا يؤمن مر ما ينام بها آيات حتى إذا جاءوك مرك كوي ماذان يجادلونك وبكل الدوذيان يقول الذين وحي وحي إليه كفروا قالوا به إن هذا ما هذا كم ما هني محمد وليمد إلا أساطير الأولين جوجا على ليس يوم ذي هرم ويانا شاك عصب ما شاء ما ولا وحر لا يقين يشكوين كهر يقصين كخرافة ها الليجندري ستوريز كأولي اللي شيء يدرون بناكل أيضا ورب العالمين تلمام يا يجو كل ذي سنة هذا إن محمد الكريم هذا ضبول كان الشيء وضبول معنوي أكننا وجمع كنان سنة أي جمع سنة متهي يأعننا جمع عنان أيوتها واحد الوحي أفعل في ما في عالم أفعل سيكي ماذا إذا الله سبحانه وتعالى ما كل الضبول ما مصارني مع الله صار الضبول دعوه وين مقلك لكن حق إني مقلان بإله سبحانه وتعالى وريه أنبر رب العالمين حق ما مقلك رام وفي نفس الوقت أكلنا مكان يعني على قلوبهم وقلوبهم ولا جيدة إليه دول بودي صار هذانا دقيه وينت لقيت هذانا عليه بال صار حق مكان ما مقلي كرام رب العالمين يقول وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها أي لا يؤمنون بها آيات كس مكة لا تصو آيات ومكة لا تصو مر ما ينام يعني. القرآن كسيد مكة وما أردت أسألف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ويروا كل آية لا يؤمنوا بها ويروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا ويروا سبيل الغي يتخذه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين قلت مركو ما شاء قارو والضضى بادلة أمبا أموقة تنتصن أموقة هذا القرآن كوحة المام وقر وقر وثقل عريس وقلت تسوق لي وقف وحماء مكمق لكلم وحماء مكمق لكلم وفي نفس الوقت هذا آيات وحي موجسة حتى إذا جاءوا كاللغة العربية حتى إذا مركي كلمان لبضل مدبال شقا ليسيا شقا موذي هيلي كران لبضل نحو أهان مركا إن وحاقوبنا إن دهدي وأفعل قوة من يروا كل آيات لا يؤمنوا بها مر ما ينيا مركا مركا شقا وحا من لبضل ترتم بعكا لحيما إلا ترتصيا شقا إسكال حتى إذا جاءوك إذا هذا مركا مضان إلا بمعنى معنيه ذا ماها مر ما ينيا إلا وقت يلا يقال معنيه ذا ماها إلا إيمان بلقى مهل إذا شقا مركا ما دام ترتم لبضل كل حجره لوضع كلمة ذوت وحقا كلها إذا بالي حتى إذا جاءوك قرتي كوي ماذان ها يجادلون كوي بكل الدوذة مركب الضوط كلا بحيانه كلا صور بحيان الضوط يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين ابن عباس الحيري نظر ابن حارث بوحي ويدين من محمد مركب الحيري محمد كان الأركيسان كل واحد أركانه بشي ما صار ورضا قاجية وكلي لكن وحو إني شيء يسوما أساطير الأول شيكوين هرق وجري شيكوين كومالي هرق أبوني ككشي كيني وحيبا كبرنا عاي مركا ما أحدثكم عن القرون مثل ما أحدثكم عن القرون الماضي إساقوا الحانين مركا شاك حريت إيقان شاك حريت وكوفي عنا وملكو ما لها صفر وقوة بحو سوما قلجري ديار العجم واحد وحي كان حدعو قصيدي رستم وكال قصيدي أثمان ديار وكال قصيدي كوادتك وإيشي كيني مركا إساقا هي سجل قصاص بوها إساقا مركا أول رما وشاك حريتها سمكة الويقة مركا وجل محمد إنتو ضلضايو هفيرين ومكلية بشيمها نساء وضغطة غاجينة شيء كوينكو إني شيء يكنا إكوان أني إني شيء وحوكا مدونة وأسكم أساطير الأولين اكتتابها فهي تمنى عليه بكرة وأصيلة إساقا إنتو صاد يا صدق هبين إيمالنا والغسوة قفايو إنتو إني ولين يوحكا مهي مركا أساطير الأولين ناس مركا معناها سمركا مركا وأساطير كلمة أساطير وأسطورة أسطورة مركا للجمعية أساطير نقانيسة سيدة مركا أحدوث للجمعية وأي نقطة أحاديث معناها سوى أوزان تساسول مركا وحيري وربح عصوب مهي محمد إنت أبوين شيء مكلم الله سبحانه وتعالى مركا وحيري جل وعلا مركا وحيري إن هذا ما هذا بإليه يقول الذين كفروا وحيليه إن هذا ما هذا كم ما أهان إلا أساطير الأولين شيء كوينك أمدي هرم ويانا شيء كحررت أمدي هرم ويانا جوجا على ليس أمدي هرم ويانا وهي الحرالك اللي جن جرين وحي شو الرمي جرين ويانا أنت أمبو إذ بوقف يا وح عصب نكن ماهي الله سبحانه وتعالى مركو الحر وهم يوم
ينهونه ويريبيان أي عنه أي عن اتباع محمد نبي محمد إلا الراعي في الريبيان ضدك وينأون أي وينأون بأنفسهم نفسه ويكلفوا قانين عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني بمعنى أما جملة وهم ينهون عنه وينأون عنه في محل حال بيتان وحيسيدا ليهن وضد شعوبة أشيغين عامدة أشيغين هذا الله سيدا سوكلا والحال هم ينهون الريبية عنه عن اتباع محمد النبي محمد إلا الراعي وينأون أي وينأون بأنفسهم نفسه ويكلفوا قانين عنه النبي خير كيسي كلفوا قانين نأى بنفسه عن كذا وكلف كذا ونهى عن كذا مرك الله والله سبحانه وإن يهلكون ما يهلكون مهلاقيا إلا أنفسهم نفدوا ذنبوين وما يشعرون مانا أولا وحال الشيقة علماء القرطين إليهم أيضا سجارة وحيقوشوا الدكتي أبو طالب أبو طالب أنت والنبي صلى الله عليه وسلم وقرب تاكنا بالقياس وهم ينهون عنه مرك بمعنى ينهون الناس عن أداية محمد وأذيته إن لا ديبه وقدت كعلنا حماية ولسوا التعين وينأون عنه إسجن الديار مع أبو طالب هدو من نبي الرباي إنت أنا مرك نبي محمد بقى إنت على عيش يا مرك الله معنا سيفتي سكر كربحة وأذيرك يو الدفاعية وقبل لسوا التعين هيري هو قرب كيسوا التعين عندي كذب هذا شيء كله إسكي إلالي مرك حتالي النبي صلى الله عليه وسلم إسجو سجوسا بمن دار دوش الله قصاره نبي وقت الله شيء في التاريخ وحاله ولي أبو طالب إنه ضدك وحاس مني إن ديوه إن تو ويمد أو مدة الوقت كم مركب وكمري عيد يبار كمري ويرخف من كسر دوانا هاد كذي ماشى صن مريض دوانا مركب قرآن كم مركب عليه وهم ينهون عنه يو النبي إلى علينا يو الدفاع بين هذان يجني ديار أنا وهن إلى سئنا إلى رمبيان إلى يسجل رمبيان وآه أبو طالب يسجل تانا وتفسير علوم مركب إيجليين وأنا وقيلة تفسير ليرو رنتي أروسيا نوي وريان اليوم قلت من حمد أن سيف عن وقنا عسني هاي إلا سدح بيت وشرح كجب حين مسألة مركب بري الله مركب بري وهم يو ينهون ويريبين أي الناس ذاتك ويكريبين عنه عن اتباع محمد بيكريبين كاس الجمهور تأ وينأون أي وينأون بأنفسهم نفسد ودن ويكلف وقان عنه النبي صلى الله عليه وسلم وإن يهلكون أي ما يهلكون ما هلاقيان إلا أنفسهم نفسد ودن ويان وما يشعرون من أولا ولو ترى هدنا الله سبحانه وتعالى وهو أيضا آيات لبا آيات كذبة وحن لهم وجينا يوم القيامة بالحالات محين نقان كرتا مرك النار تلهار كيانو بالحالات محين نقان كرتا مرك إيه وردن بإله إلي سوهر قطمي لبا حالات بل الناس وردين دونا ولو ترى هداد أركي لهي إذ وقت هداد أركي لهي وقفوا لسوء استاجي على النار نار تكركي إذا أي بقربها لسوء استاجي وفقالوا أي لهذين يا ليتنا قوم مدني يا ليتنا شلتني نرد لنعلينا ولا نكذب أينان بينين بآيات ربنا ربك أن آيات كسينان بينين ونكون أنهانا من المؤمنين كوا مؤمنين تأكمل أن هذا أركل المركة لرأيت أمرا فظيعا نسو قدر أمر يابلك ويابقليد أركل هدي بمعنى هذه نار تلكين لها إذن على النار مكة بمعنى إلا النار تمكة وحال الذي ذا الصراط كدوشي سيدو المريم أما على إن الذي على النار بمعنى أي بالنار أي بقربها نار ما الأولو سيد ضحاك وليه دمان انت الله صوريو بدأ نار تلهر كينيا إيوه ماشي مكاتنا هذا أركي لهي إيوه لما لك يا ليتنا نرد ما ديب لنا العلي ديب هدي لنا العلي الأغان لهايو بينين الله إيمانين وفي نفس الوقت آيالها إليه من رمين لهي وقتها لكن قران أقل مركز للجوه نار لابد الحرمين هاي عدردار بخفك أولا إيمانه قوم ماذا إن شاء الله يتدى إنتو مركها وقتي أي مالي كران معها الله مركو لها ولو ترى هداد أركل هاي إذ وقتي إذ جاء هاد وقتي هداد أركل هاي وقفوا على النار نار تلدو الإستاجي هداد أركل هاي لرأيت أمرا عظيما وماشوا تكو إستاجي كثا دادود فقالوا وحي إلى هذين أنا كاقا ورمي يا ليتنا إن شاء الله يتديني نرد لنا علينا ما ديب لنا عليو ولا نكذب أين بيننا بآيات ربنا رب لأن آياتك سنكون أن هنمرك من المؤمنين نكون مؤمنين أكمل نقن قراءات كلا دوم بكل جرامتك السنة معنا قاري كيني سوا عن الله لطلمامة إنتو أن نكذب ذات مرك يتمني جلي سمكاني جلي الله مرك وكلا بل بدا لهم وحاء أم بغضمان تآخرا ما إلذي كيب أم بغضي كانوا يهالا يخفون يخفونه أوي قريا من قول هذا كار وحي قرسان درين وما كان أم بغضوي وحي وصور بحي ولو ردوا حديث العلم لها كا
كبا دبا ان سويو ما ينضلبين ما ديو لا نوعي كبا دبا تمني ودي الا ميل مريم وهي كيف فكر ان دي دب لو علل اما الدنيا رنا صوم هدي العللها لعادو ويقول لا لهاين لما كي ويقول لا بل لهاين هو لا غرب عنه ايه حق لا غرب عنه حقيسه وانهم يقول كاذبون وكوي بين شيء يقول هدي حتى العللها لان هذا ثابت في علم الرب الازلي الله سبحانه وتعالى علم عيسى وحقه قران ان انا اذكر ولقد حارد ان يكدعنهم على وتيره واحده ان انا حارد ان مرنا انا دب اوغا غراني تاسا موقتا كبا دب سيدا ايو طلبدين هدي لو يلي لها اه ان الدنيا دي دب لو سعليو ماشي بك بالله بالهايم ما شاء الله معناها مركا معناها ايات مركا اي موجز الله سبحانه وتعالى بدا لهم اذا العلوم الى بدا ذا سبحانه لجيدا بمعنى مركي مراد كودي اركين ام ان لو لجيدا وان مكه منافقين تو اهو منافق الى ما كان يخفون من قبل وحي قسن جلين صوما وحي قسن جلين نتيجه سمانته هلال ان لو لجيدا منافقين تو او منافق يكافر انت واسكمت معناها مركا معناها مركا ماشي سلا اما بمعنى كفار تمك النبي صلى الله عليه وسلم الى جوع وتوع دين جل صلاه ربي وسلام عليه يور مركا واخفوا ذلك الخوف يور مركا حم موجين جيرين لكن هو يقسن جيرين ضعف مركا كجيره كلي وبمعنى لكن يوم القيامه كان الجروح لقريك مركا ما اما ما كان وبدا لهم يقال كود باقاك كلا ام وجي انتو مركا واسكمت بمعنى روح على روح الدفير الجيرين اي ام او بدا لهم ما كانوا يخفون اه صوم اي كهرم ما يندهن والله ربنا ما كنا مشركين كوح ضفيرة صومين وبدالا ما كانوا يخفون من قبل وحي هرأوا قريان وحي ضفيرين دي اي ضفيرين شركي اينا يقلان وحي ضفيرين بابا اللو موجي وعكسوا عندهن انتوا مركوا صورة قبل ولو ردوا هدي لعين لها لعادوا إلا رن لهاين لما كيبئ الله رن لها إنه هو للرابي عم حقي سلقرب وإنهم يونا لكاذبوا نكوي بين شيء قيود وقالوا وحي راهدين إن هي ما هي ما أهانم إلا حياتنا نرشى إن بوين الدنيا أي دوي وما نحن إنهنا منه بمبعوه فينا كوالا صوص علي مكا منه إذن وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وحاصر تقر قولك كان ماشي يا روح يا ربي قد سنجلين أين إيته إن لي جلو محمد محمد ضلطلي وان بحثي الميسيقى الجلو ودب دنب إلا يسوسون ولا يندون يا جلي دونت أي إذا كنا عظام النخرة مركا نقول الله ثبى اليوذي وحكا سوقات على الهمية دب دنب اللي نسوع إليه صورة قلمة إذن آيات مركا وحي الله ذاهي الدنيا المركة الجوية إن هي إلا حياتنا الدنيا بيكوهية وما نحن مبعوثين أنه يكوهية ما أنت حقيقة السماعات إله يكوهية رب العالمين له وقال وحي لهذه إن هي ما هي ما أهان النظر وما أهان إلا حياتنا نرشينا من الدنيا إدو إدو يعني نرشينا الدنيا أن هذا الجوغن أم بنرى الكجرتا وما نحن إنه نمنه بمبعوثين قوة لصوصة راي القوة مركة لصوصة راي الدونو دي بدون لصوصة راي منه ولو ترى محمد هذا أكي لهي إذ وقفوا وقت لسوء استاجي على ربي بربي قد لسهر استاجي هذا ذاك لهي لا رأيت أمرا عظيما وحيرا عجب له أي ذاك لهي قال رب العالمين محيي لمكة أليس هذا كان ميان وأهان بالحق حق ميان وأهان قال يحييهم بلى إن حقها إن إسكبت داي وابي هي وربنا بنقود أرانيه قال مكة رب العالمين محيي لي فذوقوا العذاب هذا عذاب كالدمية بما كنتم تكفرون أي بسبب كفركم كان يمدي اللي من جرتين الدنيا ده أو أه سببت هذا ما أنت ما كتاكل دمي برب العالمين ما كان ليه بما كنتم تكفرون وأي ما كان ماشي إذا ما كان ولو ترى هداد أكي لهيد إذ وقت هداد أكي لهيد وقفوا لسهر استاجي على رب رب قد لسهر استاجي قال ما كان في رب العالمين تا هداد أكي لهيد يعني جوابت ما كان لرأيت أمرا عظيما قال رب العالمين وحي أليس هذا كان ميان وهان بالحق حق ميان وهان وحي عنده ريال قال وحي لهم بلا هاوي هيد وربنا وانقر دارني بمعنى هذا ما كتاب دعس اي اليس هذا البحث يسو صارتان كان وحجر صوما قالوا ما كوحلين بلاء ها انو سنحين اسكب الداي واي هي وربنا ما كنا دارني قال رب العالمين كوتيل فذوقوا العذاب هذا العذاب كان نمين بما كنتم تكفرون اي بسبب ما كنتم تكفرون كو قالوا بسبب يعني يحط كو قالوا بدي سببتي وما تقول نمين قد خسر الذين وكيو خسارين كذبوا بيني بلقاء الله إلهي لكل أنك سكوي بيني ما أنت وي خسائن وعفركما يوم حتى إذا قرتي جاءتهم أي أتمن الساعة سعدي قيامه بغتة حال تأتي كذا قالوا حي لهذا يا حسرتنا قوم ديني هذا إن شاء الله يان على ما كي أنك قوم مينينو فرضنا أنك قابلنا فيها ما قاس وحي أنك قابلنا أنك قوات فلني
أم كقوم مين إليهن والحال بسيدة إليهن هم يجو يحملون حنبارية أو زارهم دن بيضد على ظهور من أبراد كسيتا ألا برارج ساء وحا حماده ما يزيرونها إلا يزيرونه وإيمانك حنبارسين ودنبي طايا حماته ولي رب العالمين. إذا مركة خسارة ما أنت سيتاج انتهي على ما فرطنا فيها ضميرك فيها وانتو نقول كرا يعني فرطنا فيها وحي إذا كهري قوض فلكي قابس كي أن لن يميد انت من الدنيا أن جوبني إي أتواب شيسا لأنت أين أتواب شيسا لإساعد يوم القيامة إي دير قرو لأنت تائن لو لجيد أما على ما فرطنا فيها بمعنى إن لو لجيد معناها صدتك مركة أن وقسوه الرئيب ووحن نوهر سيدي تانا مركة وحي كمي تمعني دي مركة لجيلي لكن فرطنا فيها تفسير كأودوام وكلمة دي فرط عليه نوفه سيري تفسير فوق موقن كرا فيها أي في الدنيا بترك العمل للساعة الدنيا انت انجوبني بانو قابلني وشقلي يتباو شيسي وديار قروبي للربي إنا ساعدنا يوم القيام ودير إديار قرونا لمينا الإموت قد خسر الذين وكيوي خسارين كذبوا بيني بلقاء الله إله لكل كيسب بيني حتى إذا جاءتهم قرت أتمت أما وقد خسر الذين وكيوي خسارين كذبوا بيني بلقاء الله بيني حتى إذا جاءتهم ما كان شقاء سين حتى إذا جاءتهم إلى وقتمت الساعة وقت بين تليم بغتة كذب يعني معنى بينت ويسعتي إلا أي ساعدي إذا كلا ساميش وسوقتهم قالوا مركي هذا يا حسرتنا قوم ديني شلايت شلايت ديني على ما كي أنك شلايت فرطنا أنه قوات فلنا فيها الدوين انت جمنا تقيتانك كتقيتانك أنك تقنئين أتبع شيء سنة ساعد سابلين والحال بسيدة ليهن هم يوغو يحملون حنبارسا أو ستة أو زارهم دنبيو دو ستة على ظهور الأبرد دو دشو دو كستة ألا براروغي ساء وحا حمادة ما يزيرون أي الذي يزيرون وحي حنبارسين ودنبي كاس أي حمادة برب العالمين ألا ساء ما يزيرون هي أسوأ شيء يحملونه الله مكر حويل وما الحياة الدنيا وما الحياة النار وما أهان أما وما الحياة نرشي ما أهان الدنيا أدوي إلا لعب عيار عيار موينة كلعب الصبيان عيار كيرير سيو عيار موينة إيو لهو باشال موينة كلعب الكهول ضدك ووينو قرمضو دا وحي وقت رومس اوي قانان موينة وحكرا ماهان وللدار دارتي الآخرة ايدن بيسي ايا خير وناك بضن للذين كوي وناك بضن يتقون إليه كبقي أفلا تعقلون بإذن وحقران الإذنكو مركو لعبكو وعيار وبابا أباهن فضفضي أباهن فضفضي أباهن وكسو افتوبا المها يرير قف كذا يرضع وصورة بسورة صورة بدقاء أكثر إذن وابا الدنيا نمبر تواسدا والله ويون ووح وقت قال الله من بشتة دان أيضاه وقفك وكو مشغول بضن أنا وحا استعمال قفك أما ددك ووين جغت عيار يان كبدا لداوانا وحا ددك كو مشغول سيه هنا رن وحا صدا والله مالك الدنيا الأركيسان يضا لما كلعب السبيان يضا روح رميتا إلا لعب السبيان شان دقيق وحا ليا بحل يرئي وانتو اوهيو كدي مركو الله ومر وكسو عيار خلاص بحيو يديني له وذن وان يرو ددك إلا ينتهي لهنا ساعدا نادي من صامة ما يشانا فريسانا وحا نسكي عيار الدنيا وانتاس لكن الله سبحانه وتعالى يقول لكن خير وعقود ضبايا ضدك متقين تها متقين وحلو قبها إن يتبعوا شيء سليم هذا وما الحياة الدنيا مركة الحياة صفة ذو الدنيا لا ولا الدار الآخرة قال الله هذا موقتا مضاف إليه ما لها مركة ولا الدار الآخرة مركة وصفة مرك وما الحياة نرشي معها الدنيا أدوي إلا لعب عيام بويانة ولهو يباشر ولا الدار دارتي الآخرة أيضا بيس ولا الدار دارتي دارتي دي الآخرة أيضا بيس أي خير وناك بنا للذين كوي وناك بنا يتقون إليه كبقي أفلا تعقلون ميادا قمين قرنين قد نعلم محمد أبنه محمد إنه لا يحزنك إنكم مرق لنا يسو قد نعلم محمد أبنه إنه لا يحزنك إنكم مرق لنا يسو الذي كي يقولون أي يقولون إليهن فإنهم إيو لا يكذبونك أليك بين الميان ولكن الظالمين لكن ظالمين بآيات الله آيات إله ويجحدون بيننا مالك إن ذا إن المكسورة ماشي روحا لوسو قليي لان تصواقش درتي بماشي ذاكين وإلا أصل روحا
نعلم ما دام فعل ايتهاي وحي طبعا ان ان وحى الله قرب يا وحي هذا مفعول هان بعد قد نعلم انه الا دهاي هي لكن ماشان وح كلامها وحى لو سوق لي همزه وحي مكسوره ونقطه ما كانوا ان ابن نكون ويدي لانت ماشي كل جرت ماشي لك يعني ما حد يتاتي مالنا يوم ما هو جائز في لغتي فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين ما كان النبي هو ان ابنهاي انه ادي ادوم رغيسنتهي ادي ان يكون مرغينيسو أما يكون برجني يسوي حيوي كلي ومجنون وساحر ولا صادس وبناء آدم أو هيا ملا ونبنى مرجني كوب لكن أجو أديك أهان كمحمد كمدي دنا ذكر كان وشلا نمك إلى محمد الأمين وشلا ومك كعب هذا حجر أسود في عبيك يمك إلى الشكوى قف صلى محمد ما هو قلنا يوحى قدومين وشلا لوال هاي نك كان يعني إلا خالد أديك هو ما هي وواحد حتى كهلا يعني بيننا يعني ما أديك شخصي ده أزي محمد ما لكن واحد الذي دنيا هاي وظيفة لنا الحبار سنتها إرسال لنا الحبار سنتها آيات كان إليهم بيكو جدي دين لكن محمد هان لأن المرة رأته ذا مركة مقبول كهذا مركة الله سبحانه وتعالى معناه سو مركة موجنة قد نعلم أن ابنه إنه لا يحزنك إنه شأني لا يحزنك إنك مرق لنيو أما إكو مرجنيس الذي مثل يقولون أي يقولونه إليه إلى سرع طال فإنهم يو لا يكذبونك كبين ميان هذه أهان محمد أهان ولكن الظالمين ظالمين بآيات الله آيات إلهي بآيات الله يجحدون ديديان وضفريان ولقد كذبت هذا النبي الله صلى الله عليه وسلم ولقد والله محمد أريه ومه الرئيس عيد الديدي كذبت والا بيني رسول بالا بيني ما رح دي جمع تكسير أيتها معاملة التأنيث بابا ما عملتها يا ماكا ولقد كذبت والا بيني رسول بالا بيني رسول شاسو من قبل كان يقول هرتها فصبروا ويصبر على ما كيبه كصبرين كذبوا لغبيني وأوذوا والله ديبه حتى أتاهم إلى وغيهم النصرنا أنك هي الكن ولا مبدل عدب بليسانا مرها لكلمات الله كلمات إلهي ولقد جاءك وحاكم محمد من نبأ المرسلين أنبيدي يرسوش لصادر أخبار تولى ما ثبت به فؤادك ما ثبت به فؤادك وحلابت هذا الوصف إبا كوتين ولقد جاءك من نبأ المرسلين هو بانا بتقدير كاس إذن آيات مكة aya do marka nabiga sallallahu alayhi wasallam sabax seeni waxa leh nabiga muhammad oo hadii lagu beeniyay aniga horta ugu horeysid ugu dad waa lagaaga horeeyay hadaba anbiyaada mowqifkooda muxuu ahaa beeninta la beeniyay sabar ee gexi ee adkaysi ee inaan ma adey marka kala hortageen wa fi nafsi waqti aakhir kana waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala uu qadaray in imarka ilaahay subhanahu wa ta'ala heerkiisa iyo gargaarkiisa marka uu yimid ha quraanka allah subhanahu wa ta'ala uu ka hadlayo ama xisibtu أن تترك ولم يعلم الذين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب إذا مدوا إن حوالا ليس قلدلا أو ليس امتحانا أريق أنا لقوا امتحانا إذا أريق وضل ما أنت أدمريسي إذا ما أنت كل سوق بوناتي ولا قاله الرئي الله مركبك ولقد جاءك من نبأ المرسلين أخبار تدرك وما يرى وقرانك وجماعة ثبت به فؤادك وان كوسو الجنة أخبار تزوحان كوكو شيئا وحكا ما وحان ربنا قلبك إلا قد الجيو نبي موسى سيئة الله قال مكان مقشي ومعركتي وعلى الدبالات وذو باتن قايدة اللي كما ونبي موسى سيئة الله دبا وكالة ودي بان وكالة وطن عركتي قرانك وحكاهن قرانك وحكاهن نبي إبراهيم ماشي لمري هدبا لقد جاءك من نبي المرسلين أدونا وضضي أمبات مري ساوي وهو ولقد والله كذبت والا بيني رسول بالا بيني رسول شخص من قبلك أليه هرت هذا فصبروا بيكك سدين على ما كيبي كصبر الأذون لغد بي على ما كذبوا على ما كذبوا له وحي لغد بيني بيكو صبر وأذوا والد بي حتى أتاهم إلى أكريم نصرنا إنك قرقاركين ولا مبدل لكلمات الله حال رجيدا معنى كلمة إلهي أو أه ولكل أجل كتاب كلمة علىك وقت قال إمو إيماني أو أه وإن جندنا لهم الغالبون إن عيدا كأنه أتكي وقوش أولي إنا لننصر رسلنا كلمات الله سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسولي كلمات كواسدودي وعد بدلي سامك أمر بمعنى إن يحل ليهن على كوي من ضون إن بقرقار مطيسة كزرق الرسول أهان إن إله سبحانه وتعالى هيل كأنه كالقابين دون وحاسوا دعي دون أنا ورزدج بل له النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عليه صلاة ربي وسلام عليه نبي محمد الزج وإن كان كبرا وإن كان هذا كبر مكي وينادي عليك أديك هو وينادي
إعراضهم كوا جيس الشدو هديك هو ناتي وقد حميلي ويدا سوما فإن استطعت هدات كرتيد أن تبتغي إنا الدلبت نفقا تونالا في الأرض روك دحا هذه أو أمسوا سلما جرنجرو في السماء السماء لبكرو وفتأتيهم التي ماذا بآية آية التي ماذا هدات كرتيد فافعل ذلك سمع وكاس ما سميك ذلك معنا نبي الحمد حليها يعني هدا وحكا سسميسي يعني أرن كم وأرن الله سبحانه وتعالى وسلا أقال إذا ما شاء الله موجينا النبي صلى الله عليه وسلم يا واحد ليها استسلم ومر بها ديئته رسول الله أتاه أرن وأمر إليه سبحانه وتعالى أبوه كان يا همرقون ومرقت هارك هالقار يا يعني معنا هدات ربتنا بل لك إن تقدم نفق على هذه الروك إن وقف من تو قضى تونل قضى بل وحكا لصابح وكاس أنا عرق إنتهى جرنجر وقال أتك ما سمين كرت دول إنت أمبا إليه سبحانه وتعالى أبوه قدره آيات كاسة لو قدري معجزات كاسة لو قدري وكل دقي سوا يا سوما هايز دين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين هايز دين مروت إسخير يبا الله صلوات ربي وسلام عليه وإن كان هدوء هذا كبر مكي وينال عليك أليك إعراضهم كوا جيس الشد وضع إليك إكاد جيسيني حقي فإن استطعت هدات كرتيب أن تبتغي إن الدلبت النفقا ضليل يتونار في الأرض لك دح هذا أو أمسل سلما جرنجرو في السماء عرق الله قلت وقر الله قلت وفتأتيهم التي ماذا بآية آية فافعل سماء أسوء قدر ولو شاء الله إليها ضو دون أي هدايتهم إن حموني ربها ضو دون لجمعهم وكل منها يوردم على الهدى هنوك فلا تكون أنها هان محمد من الجاهلين هو جاهلين تؤه وليها أنت آدي الأمور كان مروكتو ذا جزع بلبلا مركا يكردو أما مروك أن الله بحن انتهى لا إيمان بمعنى وأبنها إن كريني قلني سو كفري وقلني مضى لكن هنوك إليها وقعمتك إنك لا تهدي من أحباب ولكن الله هدي ما شاء الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكرم الناس حتى يكونوا مؤمنين أيضا صنوح موجنا النبي الأنو صبروا إلى هنا وبالله توفيق.